السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال الفيديو اليوم سنتطرق لأنشطة تقويم ودعم وتوليف تعلمات الوحدة الأولى. هذه الحصة تندرج في الأسبوع الخامس من هذه الوحدة، المرجع فضاء الرياضيات للمستوى الأول. إذا نبدأ على بركة الله. أرسم أقراصا بقدر الأصابع، إذا أصبع واحد قرص واحد. واحد اثنان ثلاثة، ثلاثة أصابع، ثلاثة أقراص. واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة أربعة، أربعة أصابع، أربعة أقراص. واحد اثنان ثلاثة أربعة. أصل كل بطاقة عدد بما يناسب. إذا لدينا هنا قرص واحد، تمثيل عدد واحد، إذا أصبع واحد. واحد اثنان قرصان، إذا أصبعين. واحد ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة أربعة، أربعة أقراص، أربعة أصابع. واحد اثنان ثلاثة، ليس لدي تمثيل العدد ثلاثة بالأصابع، هناك خمسة فقط. السؤال الثالث، أرسم من الأقراص بقدر العدد المكتوب في أسفل في كل مجموعة. إذا واحد سأرسم قرصا واحدا. أربعة سأرسم أربعة أقراص، واحد اثنان ثلاثة أربعة. خمسة، إذا خمسة أقراص، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. السؤال الرابع، أشطب من الأقراص بقدر العدد المحدد أسفل كل مجموعة. إذا لدي هنا العدد ثلاثة، إذا أشطب القرص الزائد، واحد اثنان ثلاثة، وهذا هو القرص الزائد. أشطب من الأقراص بقدر العدد المحدد أسفل المجموعة. إذا العدد المحدد إذا ثلاثة، سأشطب ثلاثة أقراص، واحد اثنان ثلاثة. أربعة سأشطب أربعة أقراص، واحد اثنان ثلاثة أربعة. خمسة أقراص، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. إذا نشطب بقدر العدد المحدد. أكتب بالأرقام العدد المناسب. إذا اثنان سنكتب العدد اثنان. واحد، خمسة، ثلاثة، أربعة. ألون العدد المناسب من الفواكه. إذا لدينا العدد أربعة، إذا سألون أربع تفاحات. واحد اثنان ثلاثة أربعة، إذا خمس موزات. إذا خمس موزات، إذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. أحيط بخط البطاقة المناسبة كما في المثال. إذا مثلا هنا اللون، الأشكال مصنفة حسب اللون، الشكل أو حسب الحجم. إذا لاحظوا معي الأشكال مصنفة في الخانة الأولى حسب الحجم، هنا صغيرة متوسطة كبيرة. في الخانة الثانية اللون، الشكل أو الحجم، لاحظوا معي
الأشكال مصنفة حسب الشكل، مثلثات، مربعات، وأقراص. إذن حسب الأشكال، إذن سأحيط الشكل في الخانة الأخيرة. الأشكال مصنفة حسب اللون، الشكل أو الحجم. إذن لاحظوا معي، مجموعة من الأشكال باللون الأخضر، في الخانة الثانية مجموعة من الأشكال باللون الأزرق، وفي المجموعة الأخيرة مجموعة من الأشكال باللون الأحمر. إذن بحسب اللون، إذن في الخانة الأولى بحسب الحجم، الثانية بحسب الشكل، والأخيرة بحسب اللون. أكمل كتابة الأعداد. إذن 3 1 1 2 3 4 5. السؤال التاسع، أكمل ترتيب الأعداد تناقصيا. إذا الأعداد من تناقصيا أي من الأكبر إلى الأصغر، من الأكبر إلى الأصغر. إذا 4 قبله 5، 4 3 2 1. إذا 5 4 3 2 1. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.